مقابلة جديدة بعالم الموضة والجمال والأناقة. معي أنا دانيال على تي في موضة. دايماً تابعونا لأنه دايماً عنا تشكيلة واسعة من الألبسة الجديدة والمميزة. مثل ما بتعرفوا دايماً فيكم تتسوقوا أونلاين أنتوا قاعدين بالبيت. أول آيتم معنا لليوم يلي هي التوب البيج وكمامة باللون الأسود. هيدي التوب كتير سهلة اللبس لأنه ألوانها كتير رايقة وفينا نلبسها كاجول يعني كل يوم. هيدي التوب بيجي معها كوليه طويل باللون الأسود، فينا نشيل الكوليه وفينا نخلي الكوليه. وتاني ايتم معنا لليوم هي التوب البوردو. هيدي التوب مميزة بالسامبلسيتي تبعها، قد ما هي بسيطة قد ما هي حلوة، وعلى كل شخص تطلع قصتها شي حسب نحنا كيف ستيل جسمنا. وكمان فينا نلبق لها هيدا الجينز اللي كمان عم نشوفه على التيفي، الجينز الازرق اللي هو كاجوال، كمان كتير سمبل بس فيه حركة على الارداف. علاء الدين بنطلون يلي هو باللون الاسود وبتجي معه التوب السوداء. هول الانسامبل فينا نلبسهم بالحياه اليوميه، يعني اذا رايحين على الشغل، اذا رايحين نحضر سيني، اذا رايحين نتغدى مع اصحابنا، لانهم كثير مريحين وسهلين، نقدر نحن نكون مرتاحين كثير نحن قاعدين فيهم. وهيدا الانسامبل في منه مقاسات كبيره وفي منه باللونين الكحلي والاسود. تالت ايتم معنا لليوم يلي هي هالتيشيرت المميزة اللي مكتوب عليها It's your life t-shirt، يعني هيدا قميص حياتك. وبصراحة هيدا التوب هي من التوبات المميزة كتير بالكولكشن يلي عم اسوق لها هلا بي تي في موضة. وكمان ايتم تاني هيدا الدرس هو بلاك اند وايت دريس. مثل ما بتعرفوا اكثر لونين بيكونوا بخزنتنا دايما دايما هن الاسود والابيض. الاسود والابيض بيمشوا معنا بكل الاوقات بكل المناسبات وبكل المزاج اللي نحن منوعه فيه. مثل ما بتعرفوا كلنا منوعه بمزاج معين، اوقات كثير مبسوطين، اوقات كثير رايقين، اوقات كثير عبالنا نحط مثلا فول ميك اب وحمره حمره وكثير نقوي اللوك تبعنا، فهيدا الدرس بيزبط معنا بكل المودز. التوب السوداء الطويلة هيدا التوب كتير بتريحنا، إذا كنا مثلا لابسين تحت شيء وشوي ضيق علينا، أو إذا عبالنا مثلا نروح مشوار بس لابسين قصير ومش كتير مرتاحين بالقعدة، هيدا التوب بتخلينا نقعد نحن كتير مرتاحين وكتير حاسين حالنا طالعين بصورة حلوة ومرتبة. أما بالنسبة للليجينج ففي منه لونين، اللون اللي عم بتشوفوه عندكم على الشاشة واللون الرمادي اللي هو الجراي. ايتم تاني مميز يلي هو الفستان الكحلي، والمميز فيه هن الكبسون يلي مين ما لبسه فات الطلة ما فيكن الا ما تطلعه، طلة مميزة لانه على وسطه هو الكبسون يلي عاطينه شي كتير مهضوم وما بنقدر نعرف من وين جمال هالفستان كتير ناعم. متابعين بالتي في موضة وايتم كمان جديد عنا الدريس يلي هو بوردو.
هيدا الدريس ستريتش، يعني بس نلبسه ببين لنا تقاسيم جسمنا بطريقه كتير حلوه، ولونه جاي بين البوردو الفاتح والبوردو الغامق، يعني نحن فينا نلبسه بالليل ببين كلون اسود تقريبا، وفينا نحط معه السموكي ميك اب سموكي ايز كمان بيطلع كتير لبق معه. مكفيين جولتنا بكي في موضة وايتم جديد. رح نحكي هلأ عن الجلالة الكحلية. هيدي الجلالة ليش حلوة كتير؟ لأنه لون الكحلي فيها ملمع، لمعيتها كتير كلاسي، يعني منا كتير البلمع البيضوي ومنا كتير مات، ففينا نلبسها بالنهار. وكمان بدي أحكي عن التوب اللي هي تحتها، أنا لابسة منها هيدي التوب البلو يلي منقطة بالأبيض، صراحة على اللبس بتطلع كليا غير، وانا كتير حبيتها وجبتها لالي. لهون بتخلص جولتنا بتي في موضة، وانا بشوفكم بجولة جديدة بعالم الموضة والازياء، وحب اذكركم انه الدفع عند التسليم والشحن مجاني على كافة الاراضي المصرية، وما تنسوا تتابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي. باي. Whoa, whoa, whoa.